العقلية والنفسية حول قطاع الصحة العقلية والنفسية ببلادنا للنواب المحترمين شاوب العسال، محمد البوكيلي، محمد ساجد، فيصل الزرهوني، محمد الزموري، سلام عزوز، محمد جودار، محمد بشير بشري، محمد قريمة، ومحمد أمولود وعزوز هرماك من فريق الاتحاد الدستوري. فليتفضل أحد واضعي السؤال لطرحه مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السيدة الوزيرة المحترمة، السادة النواب المحترمين، تعاني شريحة من المجتمع المغربي من أمراض نفسانية وعقلية تدفع بالأسر والعائلات إلى حمل المصابين من أفرادها إلى مراكز الحماية الاجتماعية، على اعتبار أن هذه المراكز موئل لاستقبال المتشردين وذوي الاحتياجات النفسية والعقلية، مما يدعونا السيدة الوزيرة المحترمة إلى السؤال عن مدى التجاوب بين وزارة الصحة والمراكز الاجتماعية التي تستقبل أفواجا من هذه النماذج، وشكرا. شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، سيدة النائبات، السادة النواب، حقيقة السيد النائب المحترم طرح إشكالية حقيقية مجتمعية المتعلقة بالصحة العقلية والنفسية التي كانت في مجتمعنا بصفة عامة طابوها، فالآن طبيعة الحال المجتمع يتطور، وكذلك وزارة الصحة منذ سنوات بدأت أن تعطي أهمية للصحة العقلية. ففي إطار تحديث وعصرنة الطب النفسي في بلادنا، فقد تم تقليص أولا حجم المستشفيات الأمراض العقلية، بقاش داك الحجم الواحد تيدي شي واحد وتيخليه، ماشي الآن أصبح الأمراض العقلية مثل أي مرض أو مرض مزمن، يعني تيتبع عن طبيب وتياخذ الدواء ديالو. فاستبدل هذه المستشفيات الكبيرة بوحدات ذات طاقة استيعابية من 30 إلى 40 سرير مدمج، وذلك داخل المستشفيات المتعددة الاختصاصات. من جهة أخرى، فمخطط وزارة الصحة تيعتمد على تحسين جودة الخدمات، وذلك من خلال محاولة تغطية شاملة لضمان خدمات الصحة النفسية للمواطنين، لأن كما تعلمون يعني ما كاينش داك التقريب ديال الخدمات الصحية العقلية لحد الآن من المواطنين، لأنه ما تنغطيوش يعني جميع يعني التراب الوطني، وهذا هو علاش من الأحسن أن تدمج الأقسام داخل المستشفيات، باش كل مستشفى على الأقل جهوي أو إقليمي يتوفر على وحدة ديال تختص بالأمراض العقلية. ولكن سؤالكم مهم لأنه مرتبط بما يسمى بالحالات الاجتماعية ديال الأشخاص المهملين التي عانوا بمرض عقلي، ولكن تلقاهم غالبية الأحيان يا إما في الشارع يا إما يتعرضون بعض الأحيان إلى بعض الهجومات على المواطنين. فالآن من أجل تفادي ذلك وما يبقاوش غير بعض المرات تكونوا أمراض عقلية حقيقية بعض الأحيان لا، فهناك تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة ما بين وزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الداخلية والأمن، وكذلك وزارة التنمية الاجتماعية والوقاية المدنية، وذلك بهدف أننا نلقاو يعني حلول مشتركة، لأن كاين هناك عديد من المتدخلين للتكفل بهذه الفئة من المواطنين، وشكرا. شكرا السيدة الوزيرة المحترمة. في إطار التعقيب تفضل السيد النائب. سيد الرئيس، نشكر السيدة الوزيرة المحترمة على الإيضاحات التي تفضلتن بها للتنوير ممثلي الأمة حول موضوع ذي حساسية قوية داخل الأسر والعائلات، إذ لا ينأى على أذهان كن السيدة الوزيرة المحترمة أن كثيرا من العائلات تتخلص من أبنائها المصابين باضطرابات نفسية وعقلية مزمنة بالالتجاء إلى طقوس الشعوذة والعلاج بطرق تستجيب للمستويات العقليات التي تكتوي بنيران الوضعية المطروحة أمامهم، في جهل تام وغياب معرفة صحية
عن الوسائل الواجب القيام بها في مثل هذه الحالات، علما أن بعض المدن المغربية تعرف تواجدا لمستشفيات تهتم بالأمراض النفسية والعقلية وتحتاج إلى تقوية إمكانياتها. إن غياب توعية صحية متكاملة أدخلت هذا النوع من الحالات المرضية في خانات الطابوهات المسكوت عنها داخل الأسر، مما يعرقل وسائل العلاج ويحد من آمال تعقب المرض خصوصا في أولى مراحله، علما أن غلاف العلاج مكلف جدا إذ يتطلب الإقامة والحراسة والمتابعة. لذلك نهيب بالسيدة الوزيرة المحترمة وأنتن تخططن لخريطة صحية للمواطنين أن تكون هذه الأمراض جزءا من أجندة وزارتكن وهما في مجال تحركاتكن، أن تعملن على إعادة الحياة لمجموعة من المستشفيات المختصة بترميمها وإصلاحها وتهيئ طواقم طبية ذوي تخصصات لمواجهة آثار أنواع هذا المرض، تنظيم حملات لرعاية المصابين واحتضانهم وجعل مبدأ التكافل الاجتماعي خير مساند ومعين على مواجهة أعراض مرض قد يصبح غدا عائقا آخر من عوائق التنمية. وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم.